السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم البنات غنشوفوا هذه الكسوة هذه كيفاش نركبوا ليها لاستراس. انا عندي مركب تماك الصدر وواحد الكم، وغنشارك معاكم ان شاء الله واحد الكم واحد خليته باش نشاركه معاكم. كيف كتشوفوا هذاك اللاستراس عندنا الحجم كبير، وهذا الكم عندنا مركب، وهالكم اللي باقي ماشي مركب، باقي ما لصقتلوش اللاستراس في الباندا ديالو. بطبيعة الحال عندنا الخيط ركبناه في البرا على جوج، وكنشمعوه مزيان باش ملي كنكونو نخدمو ما كيتعقدش لينا الخيط، وفي نفس الوقت الخيط كيولي متين ما كيتقطعش دغيا. وكما قلت لكم هاد لاستراس عندي الحجم الكبير مره، وغنزين به هاد الكسوه هادي. هادي كسوه عندها التكريش في الصدر والتكريش في الكمايم كيف كتشوفوا. هذه الباندا ديال الدوره ديالكم. تنبداو الخيط على جوج ملي كنبداو الضربه في الخياطه اللي كتبان ديال الباندا، تدخلي البرق من بعد كتخرجيها في ديك العوينه ديال الخيط الدوبل ديال الخيط كيف شفتوا صافي. وكتبداي تخدمي بالحجيره بالحجيره، كتضربي وحده بوحده كدوزي فوق الخيط. وهذا البرا كتدخليها مع الخياطه تحت الباندا، الباندا ولا البونيوس كل واحد وشنو كيقول ليهم. التوب تيخصو يكون مجبد مزيان، واللاستراس تيخصو يكون مرخي باش ملي تجي تبلانشي البياسه ما يتقطعش لك لاستراس. الا كان لاستراس مجبد راه باش ما غادي تجي تجي هكذا غير تجبديها ولا تبلانشيها وانتي كتجبدي فيها غادي تقطع. داكشي باش التوب كنشدو كنجبدو لعندي بالمخطف، راكم شفتو المخطف بان في الصوره. وهل تحت ديال الكم راه ما بيناش الخياطه، لان الخياطه كنشدوها مع ديك الخياطه ديالت الباندا في الكم، ما كتبانش هاد الخياطه هذه اللي تندوزوها على اللاستراس، ما كندخلوهاش يعني في التوب حتى لتحت في الكم حتى لتحت وتكون باينه. وتنشدو حجيره بحجيره لاستراس وحنا كنخدمو، التوب كنجبدوه من التحت وكنشدوه في يدنا مجبد، ولكن لاستراس كترخيه باش واخا كتبلانشيها ما تتقطعش، لان هذا ساهل دغيا كيتقطع. الا كانت مثلا شي بياسه كبيره بحال تكشيطه ولا قفطان راه كتشدي جوج عقيقات بجوج، جوج حجيرات بجوج كيف كتشوفوا. اما هنايا غير لكم راه شاده وحده بوحده صافي. كيف شفتوها انا وصلت للاخر ديال لكم، تنقطع بالمقص عادي، تنضرب عليه واحد ثلاثة ضربات في الاخر، ثلاثة ديال الضربات باش كيكون شاد مزيان. كيف كتشوفوها هو ماشي مجبد عندي اللاستراس، الا كان مجبد ما كيبانش لك الكم مقاد، كيبان لكم معوج. مجبد التوب ولاستراس مرخي، هادو الصديفات كيف كتشوفوا. الصديفات بطبيعه الحال راه كلشي كيعرف كيفاش يركب الصداف، كديري الخيط على جوج من بعد كطوي ترجع على اربعه وتعقديه. انا كنزيد نشمعو مزيان الخيط قد ما كيتشمع، هذا ديال التنبات ولا لاستراس ولا المهم اي حاجه الا شمعتيه كيجيك ساهل في الخدمه، وكيبقى متين. كندوزو عليها واحد ثلاثه ولا اربعه ديال الضربات، من بعد كتهبطي البرا للتحت صافي، وكترتقي وتعقدي وتقطعي الخيط. العينينات بطبيعه الحال انا ما شاركتش معكم العينين ديال الصداف، دابا ان شاء الله نشاركوهم. كيف كتشوفوا لكم ها هو جاكم زوين وانيق، هي الكسوه كامله جات تحفه. كيف كتشوفوا هي عندها الكول في، درتو ليها بالباندا ماشي الباندا كول في، ونبتها ليها بالعقيق ديال بلانشا بالحجيرة ديال بلانشا عندي هادوك حرين. ولكم اللي شاركت معاكم التلصيق ديال لاستراس ديالو ها هو كيف كتشوفوه، عندي مبلانشي ما مقطع لاستراس ما حتى شي حاجه، عاود مبلانشي الكسوه كامله. كيف كتشوفوا الدوره ديال الصدر مدور حتى من الظهر،
الخدمه مفينيه ومتقونه. هذا الفولار ديالها، السبنيه ديالها باش اللي غادي تعمل، فهي جات مواتيه مع ديك اللمعه، داك البريون ديال لاستراس وديال العقيق اللي عندنا في البلانج في العرض، كيعطيو ديك البريون ديال ابي. هذه عندنا هنا واحد الكسوه، بغيت نشارك معكم هذا الاعمال اللي خدمت هاد السيمانه هذه اللي دازت، مع ما داوهم شي مواليهم كانوا باقين عندي، فصورت هذه الكسوه هذه، قلت علاش لا نشارك معكم حتى هاد الكساوي. ان شاء الله دابا نوري لكم التطبيق ديالهم. هاد الكسوه عندنا بالطبيلات بالبليات، يعني ماشي بالتكريش، ومزينه ليها الصدر بالدانتيل ودوك الصديفات. هاد الكسوه هادي عندنا بالتكريش ماشي بالطبيلات، وكيف كتشوفوا عندنا فيها دوك الصديفات خضرين. العنق بالتبطين، ضروري انا كنعمل التبطين للعنق باش ما كتجيش الخدمه سواقيه ويبدا يتشنتف، كيف ما كتصبر البياسه كتبدا تشنتف. انا كيعجبني الفينيسيو يكون زوين في القناضر، في الكساوي، في اي حاجه. هادو الكمايم دايره ليهم، راه سبق لي وشاركت معكم كيفاش كتخدموا لاستيك في هاد الكم، هكذا كيجي فريفرات من التحت، ولاستيك كيجي في الوسط. الصديفات راه غير ملصقين ما كيتفتحوش، وكيف كتشوفوا التكريش عندها في الصدر. وهالكسوه الاوليه اللي وريت ليكم، هنايا رجعت باش نصور ليكم التبطين ديال العنق ديالها في القدام في الصدر، ربطنت ليها الصدر كامل باش مني كنجي نلصق ديك الشبكه هذيك، هاد الدانتيل باش مزيناها تيجي لاصق واقف، ما دايراش ليها التريتيره من التحت، دايره ليها التبطين من التحت في العنق. كيف كتشوفوا ها هو التبطين، بحال عامله ليه بحال الدوبليه في الصدر، اما في الظهر غير التبطين عادي وصافي. وكنخيطو مع الكتاف، وما كتجيش ديك الخياطه باينه، كيجي الفينيسيو متقون. هذه عندها الكم فيه لاستيك ديال 5 سنتيم طبيعة الحال. هنايا عندنا واحد الجلابه بالجياف في الجناب، حتى هي بغيت نشاركها معكم، وان شاء الله مره اخرى غنزل لكم التطبيق ديال الجيب في الجناب، يكون في الكبوط ولا في الجلابه. كنت سبق لي ونزلت واحد الفيديو ولكن درت فيه موسيقى ومسحته، وان شاء الله مره اخرى غنحطه معكم بلا ما ندير فيه حتى شي موسيقى، غنكون نشرح لكم كيفاش ديري الجيب في الجلابه. كيف كتشوفوا الجلابه مخدومه بالكحل كامله، مفينيه بالكحل، تما عندنا القب مركبه فيه الشوشه والكميمات. انا خدمت بالقيطان والضفيره ديال 14، ما خدمش بالكابلي ولا التراسن، خدمه بالقيطان والضفيره ديال 14، حتى الجياب حتى هما عامله لي مضفره وهذا والقيطان. الجيب كيف شفتوه، الجيب ديال الحاجه كديري فيه سوارز، كديري فيه تليفون، اي حاجه. هذه عندنا واحد القنيضره ديال البنيته عندها عامين، فهي نفس الشغل اللي عندنا في البيجامه اللي وريت لكم الاولى. هاد الثوب هذا شاط ليها هاد الطريف، وخيطتو ليها البنيته عندها عامين، وزينتها بدوك الحجيرات بطبيعه الحال، فهي الحاجه الواحد يعرف كيفاش يخرجها كتجي الحاجه مزيونه. ايوا صافي، هادشي هو اللي كاين. صافي البنات، حتى لهنا تنكون وصلنا للاخر ديال الفيديو، تنتمنى يكون عجبكم هاد الكساوي هادو، وان شاء الله غنوري لكم التطبيق ديالهم. وكنقول لكم الى اللقاء الفيديو الاخر ان شاء الله.